من حق اي مواطن مصري دستوريا وقانونيا ان هو يدخل في اي مناقشة عامة او يمارس حقه السياسي والدستوري. من حق اي فرد في اي مجتمع انه يعبر عن رأيه في اي مناقشة بالاسلوب وبالطريقة اللي تليق بيه. هو من حقه طبعا ان هو يشارك في المناقشات العامة او في اي حاجة عامة بصفته مصري. بصفته مواطن مصري من حقه طبعا المشاركة في المناقشات العامة لكن بحدود. من حقه. ولكن اللي مش من حق ابن رئيس الجمهورية ان انت تستغل منصب والدك عشان خاطر ده يتحقق لك مميزات عن المواطنين العاديين. بكونه ابن رئيس فلازم يحطه في الاعتبار ان هو بيعكس جانب من حياة والده اللي هو رئيس لكل المصريين. اللي قاله عمر كان واحد بيستفسر بيقول له تقريبا بيقول له قول لوالدك ان كده نهايته هتبقى وحشه عشان انتوا بتتكبروا على الشعب. فكان الرد بمزيد من التكبر بيقول له اسمه سياده الرئيس يا بغل. الشخص اللي بيحاور عمر تقريبا شخص بيتصيد للاخطاء. القانون ما قالكش انك تشتم مواطن عادي بحجه ان انت ابن رئيس الجمهوريه. كان سب وقصف مش حريه راي وتعبير، في فرق يعني. هو يقع تحت رأي القانون في بتهمة السب والقصف. في واحد تضرر من وقوع الشتيمة عليه. ولو كان صاحب الموضوع رفع قضية وزي ما بيقول لو كانت دي دولة مؤسسات ودولة قانون كان ممكن يكسبها ويحبس ابن الرئيس عادي. المفترض مفيش حد فوق القانون. والركن المادي موجود هو التويتية نفسها. ممكن يكون الموضوع ده متفبرك عن طريق التويتر، ممكن أي حد يعمل أي حساب باسم عمر مرسي ويحط صورة ليه. وده مش موضوع صعب يعني. كل الممارسات اللي بيعملها جماعة الإخوان المسلمين ومرسي وكمان ابنه في الموقف الأخير بتدل على انه عدم احترام القانون وتجاهله تماما. جمال مبارك على قد اختلافنا معاه ولكن هو كان يعني كادر سياسي بيعرف يتكلم سياسة، انما عمر هو شاب لسه عنده حوالي 18 سنة او 19 سنة ملوش اهداف معينه. بالعكس هو جمال مبارك ما كانش بيتطاول على الشعب، جمال مبارك كان بيحاول يظهر في صوره المخلص للشعب. لا، هو جمال مبارك ما كانش بيعمل كده، جمال مبارك كان حرامي. احنا عارفين انه حرامي لكن ما كانش قليل الادب. طب العمر جمال مبارك ما غلط في واحد من الشعب المصري، عمره ما اهان مواطن مصري عن طريق الشتيمه او عن طريق اي صوره من صور الاهانه. لان جمال مبارك كان بيهدف ان هو يدخل في المجال السياسي بقوه. ده يعيد في الاذهان التكبر اللي الاخوان المسلمين بيتعاملوا بيه مع الشعب عموما. من فتره كان صلاح عناني الفنان التشكيلي كان في برنامج مع هاله سرحان وكان في احد كوادر الاخوان المسلمين مش متذكر اسمه وقال له بكل صراحه الاخوان المسلمين اسيادكم. يوسف الحسين انا كنت بقابله في الميدان من يوم 25 يناير وعلى مر الثوره في كل مراحلها كان يوسف الحسيني متواجد. مقتنع جدا باللي قاله يوسف الحسيني على قناه اون تي في. فيوسف الحسيني قال بالنص انا فاكر الكلمه، قال له يا سياده الرئيس ان لم تستطع ان تربي ابنك فالقانون سيربيه لك. وطلب من اللي هو المواطن اللي تم سبه ان هو يتقدم ببلاغ. لا سلطات لاحد فوق احد الا بالقانون. وحتى رد عمر نفسه او المفروض ان هو يكون عمر، لا ده لو رد عمر او رد اي شخص حتى لو مش عمر فاكيد رد بذيء وينعدم منه الاحترام. من استطاع خلع النظام المخلوع قادر على خلع نظام الاخوان المسلمين. احنا لما انتخبنا مرسي نفسه، ما انتخبناش ابنه.